إسرائيل فجرت نفق إرهابي قبل أسبوعين بالمنطقة تحت سيادة إسرائيلية داخل أراضي إسرائيل. نحن نعي المؤامرة اللي تحدد الجهاد الإسلامي الفلسطيني ضد دولة إسرائيل. يلعب الجهاد بالنار على حساب السكان غزة جميعهم، على حساب المصالحة الفلسطينية والمنطقة كلها. من الأفضل أن يكون واضحا أي رد فعل يقوم فيها الجهاد، ستقوم إسرائيل برد فعل قوي وحازم بالمقابل، وليس فقط ضد الجهاد إنما ضد الحماس أيضا. ننصح القيادة تبع الجهاد الإسلامي في دمشق الحذر والسيطرة ضرورية على الأمور. قيادة الجهاد الإسلامي في دمشق وقائدة المنازمة رمضان شلح وزياد نحالة لازم تحضوا أمور بالإدكم، فإنتم اللي بتحملوا المسؤولية.